نحكيو على دو رابور. تسمع راب؟ هاي نسمع مش برشا من الناس. أرماستا وكلاي بي بي جي. بالطبيعة نحب أرماستا. السؤال مش كنت تحب؟ هاي أنا نحب وخير مع بعض. شكر وتوبيخ، لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ بالنسبة للشكر نشكرهم الزوس. مرحبا. وين نحب أرماستا أكثر؟ قانون البرنامج يقول شكر وتوبيخ. لكن نحب نعطي زوز شكر. ما تنجمش للأسف، الكرم نتاعك سايبو فيه. هاو من واحد تحومتي اوتوماتيك مو مش نشكر، والآخر باهي ما نوبخوه بار نقولوا علاش تعمل في مشكلة مع أرماستا. هاي ذكية اللي جابها هك، هك إجابة ذكية. ختاما باش نقعدوا في رابور آخر، سامفارا تعرفوا؟ اي تعرفوا سامفارا؟ نعرفوا سمعت. ومريم الدباخ في بالك يتعاركوا قاعدين؟ هو شكون؟ هو مريم الدباخ. اش تعمل هذي؟ تعرف ايش؟ نعرف ايش كان حل انستغرام كتو نلقاك تعمل له في جيم على تصور. ما شد حل انستغرام شد او تليفون في دي. ما تعرفش مريم الدباخ؟ ما نعرف ايش شنية اش تعمل. كرونيكوز كانت في برامج تلفزي بالي ماسك وليميسيان وغيره. ما نتفرش ماني قلت لك عاد قبيلة اش حكينا انا بيك. قلت لك راني ما نتفرش، عندي كان ميولات في الكوره شويه سياسه وبرامج ثقافيه، كان جيت تابع الحيوانات ونعرف من الاخر.